كل مكان، واهلا بكم ومرحبا بكم الشيف. النهارده عندي زيت عباد الشمس كريستال، هنعمل بيه اول وجبه اللي هي فراخ بالخضار والكاري. اول حلقتنا هنعمل صدور الدجاج مع الخضار والكاري على الطريقه الهنديه. يبقى عندي صدور دجاج وبطاطس وفلفل الوان وجزر وبسله وارنبيط وبصل وتوم. عندي كزبره خضراء، جنزبيل، كاري ودقيق وشطه وكركم، ملح وفلفل، وطبعا اهم حاجه عندنا زيت عباد الشمس كريستال. ولو نزلت بالمقادير يا ست هدى يا ريت تحطي التوم. طيب كده هنا زي ما شفنا حضراتكم مقاديرها سهله جدا، وهنستخدم اول حاجه عندنا زيت عباد الشمس كريستال. عندي الطاسه بتاعتي بتغلى على النار او بتقدح على النار او سخنه، ونشوف دلوقتي هنعمل ايه مع حضراتكم. عندي بصل، لو انا هعمل فراخ بتاعتي من غير خضار. يا عم ابو عصام مساء الخير يا ابو علاء. يا صباح الهنا على عم الحاج ابو عصام. ازيك يا ايه المفاجات الجميله دي يا عم ابو عصام؟ انت فين؟ انت زعلان مني ولا ايه؟ انا اقدر يا عمي، ده انت عمي. والله ان كان زعلان اجي اصحك. لا واتغدى معك كمان. لا ده تعالى بقى طالما فيها غدا تعالى. والله انا ماني عارف الموبايل بتاعك انت مقفل او مغيره، لانه بتصل بيعمل رنتين ويقفل. لا يبقى بس ببقى في الاستوديو هنا، ببقى مشغول بس مش اكتر من كده. لا ده لي يومين بتصل ليل ونهار. لا والله، لان انا ممكن اكون ببقى منطقه ما فيهاش تغطيه. والله انا عايزك ضروري لو سمحت يا ابو علاء تتصل فيا علشان انا عايزك. حاضر هخلص الهوا واكلمك يا عم ابو عصام. ولاني انا عايز اتكلم معاك كتير وفي حاجات ثانيه يعني. على عيني على عيني يا عمي. والله انت عامل ايه النهارده الاكل عشان نشوف؟ يا النهارده عامل لك غدا كده على ايه؟ على على موشهم كده هتعجبك هتعجبك. بس عايز، انا عارف انت عايز الفسيخ، انت بتحب الفسيخ. اجي اكل معاك يعني؟ تيجي نقعد على الطبليه كده ونحط الفسيخ والعيش والبصل. انا عايز طريقه الفراخ السنجاري دي. فراخ سنجاري؟ تعمل لي هي عشان على الطريقه بتاعتها. هو يعني هو سمك سنجاري بس هنعمله على طريقه الفراخ يعني؟ ايوه سمك سنجاري مشوي يعني. على عيني على عيني على عيني على عيني يا عمي. بشكر عم ابو عصام الراجل الجميل الطيب، الراجل اللي خيره علينا، اللي استقبلنا في السعوديه استقبال جميل، الله يبارك له في عياله وفي احفاده. عم ابو عصام راجل محترم وربنا يخليه لنا. هنقول له دلوقتي على السنجاري. سمك السنجاري بجيب سمكيه كبيره يا عم ابو عصام، من كيلو لكيلو ونص، من كيلو لكيلو ونص. يا ست هدى ما نزلتيش التوم ليه؟ في كاري بتعمل من غير توم يا ست هدى؟ وانا قايل لك قبل كده وانت بتنزلي حطي توم. طيب يبقى بعد كده بفتح السمكيه من الظهر واغسلها كويس جدا. وعندي بصل وجزر وكرفس وطماطم وفلفل، كمون، ليمون، شطه، كل اللي عندك عايز تحطه. ممكن اخده شوتيه في حب الزيت زي ما انا بعمل كده الاول، وبعد ما اخده شوتيه بحطه على ظهر السمكايه. بعد ما احطه على ظهر السمكايه بدخلها الفرن، هتطلع معايا زي الفل كده. زي ما انتم شايفين حضراتكم النهارده الوجبه بتاعتنا على ما اعتقد او معتقد ان هي ما فيهاش طماطم، بس انا مش عارف ليه ان الوجبه النهارده ما فيهاش طماطم. زودي معاها طماطمتين نوبك ثواب. معلش احنا عارفين ظروفها كلنا. انت ما قلتش القصه الثانيه ايه؟ مره تجيب 2 كيلو ملوخيه تقعد تقطف فيهم وهو قاعد عندك في غرفه الكنترول.
مره تجيب 2 كيلو بامية يا دكتور. حد بيلف ورق عنب في الشغل؟ ايه هدى القصه يا هدى؟ الناس كان زمان يجيبوا كنفه ويعملوا تريكو وبتاع، دلوقتي العصر التكنولوجيا دلوقتي خلاص ما فيش بقى لا تريكو ولا كنفه، كله بيجي من الصين جاهز. فايه اللي ما بيجيش جاهز؟ الاكل. تروح جايب حله محشي معاها تقعد ايه تقرم فيها تعملها على ما تخلص الشغل تكون خلصت. طب خلي بالكم بقى من الناس اللي قاعده عشان تاكل دراع حد فيهم كل حاجه، انتوا حرين، انا بحذركم. يا ست سلمى. الو، ازيك يا شيف؟ صباح الفل يا ست سلمى. صباح النور، ازي حضرتك؟ صباح الهنا على عيون حضرتك. اخبارك ايه؟ انا في نعمه والله يا ست الكل. والله بنحب حضرتك جدا والبرنامج متابعاه على طول والله. صباح الفل على عيونك. عملت صينيه السمك اللي حضرتك عملتها امبارح كانت تحفه والله، اكرمك يا ست. انا حضرتك طيب وانت طيبه يا ست الكل. صباحا. عايزه خلطه الفراخ المشويه. اه، بصلايه كبيره، طماطمايه كبيره، شويه زعتر، زيت زيتون، خل، معلقه سكر، ورق لورو، حبهان، قرنفل، ده يتحط الاخر، بنضربهم في الخلاط، نتبل فيهم الفراخ. طب عندك الفراخ زي الفل، طب عندك فراخ متبله زي الفل. كل ده بضربه في الخلاط، البصلايه مع الطماطمايه مع الزعتر والزيت الزيتون والليمون والسكر وملح وفلفل وبهارات، كله هبقى زي العسل عند حضرتك. اشكرك على اتصالك. الناس بيشتكوا من هدى، بيقول بتاخد السندوتشات بتاعتهم وهم شغالين. ايه هدى القصه يا هدى؟ يا ست مريم. الو، السلام عليكم. صباح الفل يا ست مريم. صباح الفل يا شيف. صباح الهنا على عيون حضرتك. ازاي حضرتك؟ في نعمه يا بنتي والله. وحشني والله كتير يا شيف. الهي ما تشوف وحش يا حبيبتي. ممكن يا شيف بعد اذن حضرتك ما تخليهاش تقطع عليا الصوت؟ لا مش هتقطع الصوت عليك يا فندم. انا عايز اكلم حضرتك خاصيا. انا تحت امرك، انا معاك يا فندم. الو، طيب يا فندم خد، هسيبك جملتي في الكنترول هيدوها لك. بشكرك يا بنت على اتصالك، شكرا ليكي. كده هنا كاري، دقيق، كركم اهو، شطه اهو، كل التتبيله اللي انتوا شايفينها دي كده اهو، باجي كده اهو. الريحه طلعت. صلي على حضرة النبي وتذكر الله. ان انا حبة جنزبيل فريش او زنجبيل اللي انت عايز تقوله قوله. ست فرحة. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيف؟ ازيك يا ست فرحة؟ الحمد لله. منور الشاشة النهاردة. ده انت اللي منورانا يا حبيبتي، ربنا يكبر بخاطرك ويخليكي ليا. الله يخليك يا رب. بقالي ياما قوي نفسي اتواصل مع حضرتك. نعم يا فندم. إيه ممكن بس اعرف طريقة الرز المعمر؟ على عيني يا ست الكل، على عيني على عيني على عيني. حاجة تانية؟ بشكر حضرتك على كلامك الجميل اللي زي العسل. كده هنا اهو. اذكر الله وصلي على النبي. يا عم محمد. حبيبي يا عم شربيني، ازيك عامل ايه؟ صباح الهنا على عيونك يا عم محمد. صباح الجمال يا عم، ايه اخبارك؟ في نعمه والله يا عم. كله تمام؟ فل الفل والله، في نعمه. ربنا يديمك في الخير يا رب. عايز كل المشاهدين يصلوا على حبيبنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا النبي. ربنا يخليك يا حبيبي. دلوقتي انا عندي صدور فراخ. حلوه قوي. تمام، عايز التتبيلة ان انا اعملها بانيه، وعايز التتبيلة ان انا اعملها شيش. على عيني على عيني على عيني. اولا ريت دلوقتي، اولا البانيه هنحط عليها شويه مستارده، عصير ليمون، ملح وفلفل وماء بصل، دي هتبقى ايه بانيه. ولكن لو عايز تعملها شيش يبقى هنجيب معلقتين زبادي، معلقتين زيت زيتون،
معلقه زعتر، ملح وفلفل، معلقه مستردة، معلقه كركم، طبعا زعتر حطينا، فصين توم مفرومين، كل دوت ممكن نضربه في الخلاط، ممكن نضربه في الخلاط ونعيش حياتنا بقى زي ما احنا عايزين كده نشيشها. بس طبعا هو افضل انها تكون من الوراك، لكن عايز تحطها انت من اي طريقة وباي ناحية انت حر ومحدش ليه حاجة عندك. بشكر حضرتك على اتصالك الجميل. كده هنا شوية التوابل دول اهم اهو، البهارات بتاعتي والتوابل بتاعتي. يلا نصلي على النبي. يا ست ندى، طيب نشيل بقى كل الليله دي من هنا اهو. ادي البسله الخضراء، بسم الله الرحمن الرحيم. ده الجزر يا عم حسيني. صباح الفل، صباح الفل على احلى معلم في الدنيا كلها. صباح الفل على عمي. احنا بنتصل بيك يا شيف شربيني، بنصب عليك لان انا بقالي كام يوم زعلان مش عارف اتفرج عليك بسبب الشغل، فما صدقت قعدت النهارده ان انا اكلمك. صباح الهنا على عيونك وربنا ما يحرمك من شغلك. صباح الفل على عيونك على ابني. يا رب يخليك كده يا شيف كده، وتمتعنا باحلى اكلات، ويعني ايه رمضان الجاي ان شاء الله كده تبقى انت عشاش على طول ان شاء الله باذن الله. يحيينا ويحييك ربنا ورا الله مبلغنا رمضان. طب صباحك فل يا معلم. صباحك ليك اي سؤال عندي يا حبيبي؟ ربنا يخليك، ده احنا بنتصل بنصب عليك. صباحك هنا ورضا وكل حاجه حلوه في الدنيا يا حبيبي. كده هنا المخرج بتاعي يا اولاد بقى شغال، شكله كده بقى شيف. بيقول لي هو انت مش الكاري دايما بتحط له تفاح؟ اشمعنى المره دي؟ لا المره دي انا حطيت فلفل الوان، والفلفل الالوان ده مسكر، وهحط له بطاطس وهحط له فيجيتابل، فمش محتاج مني اي اضافات تانية. لكن يا عم محمد لو انا ما حطيتلوش الاضافات دي اللي بتمص المراره، ممكن ابقى احط له تفاح، احط له موز، احط له اناناس، اللي انت عايز تحطه نحطه، احنا ما عندناش مشاكل. بس طالما احنا حطينا كده خضار يبقى يعيش حياته زي ما انت شايف كده حضرتك اهو. فما تعلقليش على الواحدة يا عم محمد، يا عم ابراهيم، عشان احنا على الصبح لسه ما اصطبحناش ولسه ما عملناش اصطباحه ونهارك ابد عشان من ايه؟ الالوان التانيه خلصت. معلش احنا بنتكلم يعني. لا انا مش بهددك ولا حاجه. نعم؟ الأمانة وسط يا معلم. تسلم لي يا جميل. صباح الفل على عيونك. كده أدي البطاطس بتاعتي. كل العناصر الغذائية موجودة هنا، نشويات، بقوليات أو كربونيات أو كل الفيتامينات موجودة هنا. الله أكبر. لسه بقى شوية كزبرة خضراء عشان ما ننساش. أهو. يا استاذه رضا. صباح الفل. صباح الفل يا استاذه رضا. كنت متعكني دلوقتي تحت خلاص بقى، كنت هتخانق مع المخرج. لا ما انا قلت له لا ابعد عن ست رضا عشان ما تدناش في ده، ده احنا مش قدك. لا لا هو كنت بقى انا هتخانق معاه بقى يا شيخ بقى، ما احنا بنتخانق معاه بسببك، احنا بنحبه بنتخانق معاه بسببك يا شيخ، عشان بيزعلك. ده يعني بص يا حضرتك عمال ماسكني على الواحده ودي ناقصه ايه ودي، ما تيجي تشتغل مكاني احسن يا عم.
عايزين نشوفه يا سيف. نعم. عايزين نشوف الحلواني. طب هم بتشوفوا مين هيشتغل ازاي انا؟ هو اللي سايق. لا انت منور الشاشة يا سيف. صباح الفل على عيوني. صباح الفل. وبقول لي ريمون وكل الاخوة الاقباط كل سنة وهم طيبين يا سيف. كل سنة وهم طيبين مليون مرة وانت معا. كل الامة العربية بخير يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين. الله يا بنتي يقبل بخاطرك. يا رب. ويزيدك من نعم الله وسعادة كده على الناس كلها يا سيف. يا رب يا رب يا حبيبتي يا رب يا رب يا بنتي. وبصبح على حبيبة قلبي الغالية ست مسيف. ست ام سيف صباح الهنا على عيونها. هي هتاكل هتجنب شم النسيم خلي بالك. هي وعدتني معرفش بقى بـ 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 يعني بتقول كلام ده كده 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 ولا يعني. بس هي بتقعد ما بتخلفش. انا عارف ست ام سيف ما بتخلفش. هنطر لها على دمياط وعلى راس البر وعلى بورسعيد وفي اي حته هنروح لها. احنا كده كده هنروح ناكل ونشرب. طيب كده هنا ناقص بقى ايه؟ حبه الملح دول اهم، حبه الفلفل اهم. صلاتك يا سيدنا محمد. شايفين الجمال ده؟ خليها بقى تشتغل براحتها واحده واحده دلا دلا واحده واحده لغايه ما ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ست ام سيف صباح الخير. صباح القشط عليك. انا برضك هضحك عليكم ده انا جاي لكم. انا بقول اهو فتره ما تروحي وراكي. وراك انا وراك انا وراك انا اخرى. صباح الفل على عيونك. تسلم عيونك. اهلا وسهلا فيك يا شيف. ازيك عامل ايه؟ ربنا يزيدك يا حاج ربنا يزيدك يا حاج. لا لا انا جاي لك ولازم لازم اقول لك الو اقول لك انا جيت لك اهو. طيب على بركه الله ان شاء الله ان شاء الله تيجي بسلامه الله تيجي بسلامه الله. الله تشرفي بلدك وبيتك يا حاجه ربنا يخليك. يا حبيبي تسلم لي يبارك فيك يا رب. صباح الهنا على وين حضرتك يا فندم. سلم سلم على رضا اقول لها صباح الخير يا رضا. رضا بتصبح على حضرتك وبتقول لك صباح الهنا وكل حاجه حلوه في الدنيا. احنا عيله هنا يا جماعه والله كلنا عيله هنا اخوات واحباء وكل حاجه حلوه فينا. ان الميزه الحلوه في البرنامج بتاعنا لينا جروب كويس كده يعني ما بنتنازلش عنه ولا بتنازل عننا. يا عم مجدي. نعم. ايوه يا فندم. الو عم مجدي سامعك. ايوه يا باشا. امرني يا عم مجدي. الو سامعك يا عم مجدي. عايزين نسال على الفراخ الشيش طاووق. على عيني يا عم مجدي لسه قايلها هقولها لك تاني. على عيني حاضر. اشكرك يا عم مجدي على اتصال حضرتك. كده هستاذنكم واخد فاصل وارجع لحضراتكم تاني. هو دور المحطة واطرح بيها. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل وتعالوا نشوف معانا دقيقة الخرشوف باللحمة. طبعا النهاردة بنعمل حاجات حلوة يا رب تعجب حضراتكم. يبقى عندي لحمة بالخرشوف والمشروم. لحمة خرشوف مشروم دقيق زبدة توم كرات بصل مرق ملح وفلفل وعندي تعفير الدقيق. هنعملها ازاي دي؟ انا مش عارف اعملها ازاي بس اديني ايه هحاول اتصرف عشان اعمل الدقية. عندي بصلاية اهي كده كده. عندي البصل وعندي توم. ننزل الاول بحبة زيت عباد الشمس بسيط عشان ما تتحرقش من الطاسة اهو مش كتير. بعدين اروح نازل كده اهو. يا ست ام حنين صباح الفل. صباح القصة. ازيك يا شيخ؟ صباح الهنا على ست ام حنين. عامل ايه؟ في نعمة والحمد لله. والله ايه الحاجات الجميله اللي انت بتعملها لنا دي؟ مش اجمل من حضرتك والله. بتعمل لنا حاجات جميله. الله يكبر بخاطرك يا ستي. تسلم ايدك على كل حاجه حلوه بتعملها لنا. اتفضلي معانا يا ست الكل.
يا رب يخليك. تحت امر سعادتك. ممكن اسالك سؤال؟ انا خدامك يا فندم. يا رب يخليك. عايزه تلعب فراخ المقرمشة من عندي ومن عندي على عين الاثنين. تأمريني سعادتك. هتنزلك على الشاشة دلوقتي. على عيني يا ست ام حنين. طبعا كنا بنتكلم على موضوع الجروب اللي احنا عايشين فيه والاصدقاء والناس الحبايبنا. ادي زبده فريش. عندنا ست ام سيف وست جنى وعم جمال والناس الحلوه كلها اللي دايما بتتصل بينا وبتكلمنا وبتشجعنا. الناس دول عايز بس الفت نظركم في حاجه. بيغرموا فلوس من جيبهم عشان يكلمونا ويجاملونا. يعني الناس دول يعني بيدفعوا الشيء الفلاني عشان يخشوا يتكلمونا. بس زي ما تقولوا عارفين ان هو ده مصدر رزقنا في الشغل، يعني اكل عيشنا في التليفون. فهم بيحاولوا يكلمونا بالرغم ان بيخسروا كتير. واحده زي ست مصيب دي مش عايز اقول لكم بتدفع قد ايه عشان توصل لنا، ولكن حريصه ان هي بتكلمنا. كل احنا مش بنشحت ولا حاجه يا جماعه، لا احنا بنتكلم بس مع بعض عشان في بعض من الاصدقاء وحبايبنا بيبقوا زعلانين من ازاي دي اتكلمت واحنا ما اتكلمناش. ف بس عايز الف نظركم. الناس دي بتغرم فلوس كتيره عشان يعني عمو عصام دوت تلاقيه بيتكلم بقاله 3 ايام عشان يوصل لي، وفي الاخر ربنا كرمه وكلمني، ولكن اكيد دفع كتير. فبشكرهم من كل قلبي عشان احنا بنغرمهم ومش عارف اقول لهم ايه. يا عم محمود. صباح الفل يا شيف. صباح الفل يا عم محمود. ازيك يا بني؟ في نعمة والله يا عمي. بقول لحضرتك الأكلة بتاعت الفراخ بالكاري دي أنا عجبتني قوي وعايز أعملها، بس أنا عندي الفرخة كاملة مش صدور بس. قطع الفراخ بعضمها تبقى زي الفل. وأشوحها يعني ولا أعمل فيها إيه؟ زي ما أنا عملتها بس بعضمها. زي ما أنا عملت كده قطع الفرخة على 8 قطع. وتوكل على الله. وبنفس الطريقة. بنفس الطريقة هتعجبك قوي إن شاء الله وهتبقى طعمها حلو قوي. طب التتبيلة اللي حضرتك عملتها اللي هي الدقيق مع الكاري مع الكركم كله برضو على بعضها برضو برضو زي ما انا عملت. خش. طب تسلم ايدك. توكل على الله وصلي على حضرة النبي. بشكرك يا عمي على اتصالك. كده هنا بسوي اللحمة بتاعتي كده اهو. انا عايز اعمل بقى ايه حاجات جميلة وجديدة عشان تعجب حضراتكم. عند الخرشوف هنا بيجي لي كمبوت زي كده زي ما انتم شايفين معلبات كده او مفرز. بقطعها نصين لوحده كده اهو كده اهو. زي ما حضرتك كده شايفين ده مستوي مسلوق واخد ليمون واخد كل التوابل. بس انا بقى ايه هعمل شوية حركات كده طباخين. شوية ملح وفلفل اهو وتعفير الدقيق صغيرة اهو. اقلب. صلي على حضرة جمال النبي. ادي مشروم فريش يا ست شهد. ازيك يا شيف عامل ايه؟ صباح الهنا يا ست شهد. الله يخليك كل سنة وانت طيب. بعود الايام يا ستي. الله يخليك. بقول لحضرتك يا شيف، كان في واحد قبل كده اتصل اللي هو المهندس الطباخين دوت اللي بيقول لك عايز طريقه عصير البطاطس. مين يا فندم؟ عصير البطاطس؟ كان واحد بيسالك عليه قبل كده. هو في عصير بطاطس؟ هو عصير البطاطس دوت زيه زي زي عصير البطاطس الشام. البطاطس بتتسلق مكعبات صغيره وبتتضرب في الخلاط مع الكريمه اللباني والشطه والملح وبيبقى عصير حادق. لا دي اسمها شوربه بطاطس. لا ما هو بيتزود يا سيف بميه البطاطس المسلوقه زي دوت بالظبط. يعني ما اعرفش. طب وشرب وقال لي شوربه ثانيه بتاعت ايه؟ هو قال شوربه البتنجان بس دي انا ما سمعتهاش قبل كده بصراحه. يعني انا كنت سمعت على البطاطس لما اسمع البتنجان. صباح الفل على عيون حضرتك. الله يخليك. نهارك ابيض. العصير ده بيبقى حاجه طازه. بيبقى حاجه طازه، لكن نسلق ونعمل فده عك وما نقدرش نتكلم في الحاج. معلش سامحوني، انا اصلا يعني في حاجات كده ببقى لساني طول فيها. سوري انا اسف يعني معلش سامحوني، بس انا ما حاجه ما اعرفهاش يعني ما خلاص. يا ست وفاء. طب
السلام عليكم. ست وفاء ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا شيف واكلك الجميل الطعم. انت ست زي العسل وربنا يكبر بخاطرك. انا بس عايزه اسالك سؤال وتقول لي عليه ده صح ولا غلط. اتفضلي يا فندم. بص حضرتك، الوقت احنا عندنا في بورسعيد حاجة عندنا اسمها المنزونة، مشهورة بيها بورسعيد، معرفش إذا كان حضرتك تعرفها ولا لأ. أنا سمعت عن المنزونة دي قبل كده. أنا عايزة أقولك إن أنا مشهورة في بورسعيد بمنزونة وفاء. طب بس قولي إيه المنزونة الأول عشان أركز معاكي. هقولك، أولاً كيلو دقيق عليه كيلو دقيق. اكتبي يا هدى معاها. إيه؟ معاكي 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 معاكي. طيب حضرتك، كيلو دقيق عليه كوباية زيت، عليه كوباية سكر، عليه كوباية لبن، عليه كيس لبن ميدو صغير، عليه خميرة بيرة بحجم عين الجمل. عليه يا ربي باكو بيكنج باودر. واربع بيضات. وباكو فانيليا او معلقة فانيليا صغيرة. المواد السائلة بتتحط كلها في الخلاط وتتضرب كويس، ونكون حاطين الدقيق وعليه الخميرة ونفركها كويس، ونروح قلبين العجينة دي ونعجنها كويس ونسيبها تتخمر. حلو. خمس ست ساعات. حلو. وبعدين نبتدي بقى ايه نشكلها. لما نشكلها في الصواني ندهن بيض ونرش بقى سمسم، نرش سكر، نحط فيها بيضة وندخلها الفرن، بس نسيبها شوية تتخمر برضو في الصواني قبل ما نحطها. فانا عايز اقول لك، هل هي دي حلوه ولا في حاجه ممكن تضيفها لنا عليها؟ اصل انا بقى معلش حضرتك، طالما هي الفكره بتاعتك وحاجتك انت اللي تضيفي مش انا اللي اضيف. لا انا بقول لك يعني باخد انا شايف المكونات جميله حلوه والطريقه احلى. ربنا يخليك. وهو ده كده بتكتبها عندي عشان نحاول نقلدك ونعمل زيك. انا نفسي بقى يعني تنتشر في مصر كلها وتبقى اسمها بقى زي ما بنقول الشيف الشربيني. لا لا، منزونه وفاء. لا وفاء الاصل بقى، احنا مالناش دعوه. ربنا يخليك، ده انت الاصل. لا يا حبيبتي، ربنا يبارك في سعادتك ويخليك لينا يا رب. وبس نفسي احنا، وعندي هدى بتكتب دلوقتي، واحنا هنشوف الدنيا ماشيه ازاي، لان لازم نتعلم احنا لغايه ما نموت هنتعلم، وده مش عيب، ده حاجه جميله جدا ان الساده المشاهدين يشاركونا دايما والدنيا الجديد. يعني احنا ايد لوحدها ما بتسقفش، انتوا ساعدونا ونشوف الدنيا فيها ايه. يا ست كوثر. ايوه. ايه رايك في ايه رايك في الكلام اللي بيتقال؟ جميل. صباح الهنا على عيون حضرتك. وحياتك يا شيخ شربيني، انا عايزه اعرف طريقه البريوش، بس ما تكتبليش ان اجيله بس، لا هتعملها امتى عشان اكسبها واشوف تعملها ازاي. طيب هنعملها لك يوم شم النسيم يا ست الكل. يوم شم النسيم الصبح؟ ان شاء الله. طب ما هي هتبيض بقى من بالليل، نعمل ايه؟ نعم. ما هيبقى لازم تبيت من بالليل العجينة. البريوش ما بيباتش من بالليل ولا حاجة يا فندم. طيب هتعملها الصبح ان شاء الله. ان شاء الله لو احيانا ربنا، اذا احيانا ربنا ان شاء الله. كده عندي جزر في الارضية اهو كده، شرايح الجزر دي اهي بعملها بعد ما دهنت زيت كده. وتصلي على النبي يا محمد. وقول لعم ابراهيم صلي على النبي. كده بحط دي كده اهوت، يعني تحسبا عشان ما لزقش مني. والجزر طبعا محبوب. يبقى هنا انا عايز تستوي كويس، ونشوف بقى هنا هنعمل ايه بعد ما رشينا حبه الدقيق. خليك دقيق في كلامك، احنا عايزين بقى رصها بطريقه حلوه كده، ولا نعملها كده كده. هتكفي ولا مش هتكفي؟ خلينا كده احسن.
ست ام السيد. شير. صباح الفل يا ست ام سيد. الله يخليك يا شير. صباح الهنا على عيون حضرتك. الله يخليك. امورين يا ست ام سيد. عايزين نبعت التهنئه للحاج ام شيخ. نعم. عايزين نبعت التهنئه للحاج ام شيخ. يلا هي سامعاكي دلوقتي. والاستاذ حسن حواتر بقول له مبروك لبنت ايسل. وبقول له ما ربنا يخليك هنا يا ابو يوسف كده. وبهدي كمان التهنئه لهدى بنت خالتي. ايوه. وبقول لها كل سنه وانت طيبه بمناسبه شم النسيم وبمناسبه عيد ميلادها. جميل. ومين تاني؟ وسيف الصغير ابن عبد الله. ربنا يخليهم لك كلهم يا ست الكل. الله يبارك لك يا شيخ ويخليك لينا. تأمريني سعادتك حاجه تانية يا فندم؟ بشكر حضرتك على اتصالك، اشكرك يا ست الكل. كده هنا بنرص اهو. استاذ علي. الو. السلام عليكم. السلام عليكم عم علي. عامل ايه؟ عم علي. ازيك يا عم علي؟ الحمد لله. امرني يا عم علي. ايه الحلاوه اللي انت بتعملها؟ والنبي ده حلاوتك انت يا جميل. حلاوتك انت والله ما في احسن منك يا سيدي. الله يزيدك يا حبيبي من نعيم الله. الله يكرمك يا سيدي. اتفضل يا حبيبي، سؤال حضرتك ايه؟ بقول لك عايز اعرف مقادير الكفته. مين يا فندم؟ مقادير التورته؟ الكفته. ليه؟ الكفته. انهي كفته عايزها حضرتك؟ طب قول لي. لا انا عايزها الكفته بطريقه احسن. يعني كفته، كفته الحياتي ولا كفته بانيه ولا كفته صينيه ولا ايه؟ يعني ايه نوع الكفته اللي انت عايزه؟ كفته بانيه. كفته على عيني يا روح قلبي. انا شخصيا بموت في اي نوع من انواع الكفته، بحب دايما اللحم المفروم. يعني بحب الكفته جدا، برغم ان عارف مشاكلها كتيره. ومفيش حد بيحب ضمير لما يكون واحد مثلا ايه بتثق فيه جدا. فبالرغم عن كده ان انا برضو بحبها، يعني مش عارف ايه مصدرها، ببقى مصدرها كان كده ولا كده ولا كده ولا بالي بالك، بس صدقني بحب اكلها وخلاص. ما عامل ايه انا كده يعني. كده هنا بسم الله الرحمن الرحيم. الريحه طالعه مش عايز اقول لكم والله العظيم. ست ام احمد سلام عليكم. عليكم. ازيك يا ست ام احمد؟ ازيك يا عمو شيخ التربيني؟ صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم. الو. ازيك يا عمو شيخ؟ نعم. على الديت على عزلتها. ايه جميل. الو. اللهم صل على النبي. الله ربنا يحفظ، ربنا يحفظ وبارك، ربنا يحفظ وبارك. كده عملنا. ست كوثر. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا سيف؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك. ازي حضرتك؟ في نعمه والله يا ست. ربنا يخليك لينا يا رب. تأمريني سعادتك. انا على فكره انا اسماعيليه بس عايشه في القاهره. صباح الهنا على عيونك. ربنا يخليك يا سيف. اتفضلي يا فندم قولي. انا بقالي سنتين بتصل بيك مش ما بيوصلونيش. لا حول الله يا رب العالمين. معلش يا سامحينا. سامحيني يا فندم. الله يخليك يا سيف. ربنا يخليك ويخلي لك علاء يا رب. اموريني سعادتك. بشكر حضرتك على اتصالك. اخد فاصل وارجع لكم تاني. اقعد ورا المحطه واطرف اي حد. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نشوف مع بعض صينية البطارخ البوري مع الجمبري. ازاي؟ مش عارف. انا بقرا المنيو وهو ربنا اللي بيسر بعد كده. عملها ازاي؟ مش عارف. عندي بطارخ بوري وجمبري وبطاطس وبصل وتوم وبقدونس او كزبرة، طماطم، شطة وزيت زيتون وملح وفلفل. انسى الملح في المشوار ده خالص. اوعى عن الملح، انسى. النهارده عايزين نعمل حاجه جديده. طب هنعملها ازاي؟ هنشوف مع حضراتكم. صينيه بطاطس بالجمبري والبطارخ. ادي الصينيه وادي البطاطس.
نتوكل على الله ونشتغل. ست جنى صباح الهنا. صباح الهنا على ست جنى. صباح الخير على احلى سيف بالعالم. يا صباح كل حاجه حلوه في الدنيا يا ست الكل. لما النسيم بقى وبطارخ وحركات. والله بحاول اعك كده على قد ما اقدر، ربنا ييسر الامور. صباح الخير عليك وعلى كل الناس اللي عندك. صباح الهنا على عيون حضرتك. بس شو هالحلا اللي عم تعمله اليوم؟ شو هالحلا؟ ده حلاوتك يا ست الكل، ربنا يكبر بخاطرك. حبيب قلبي يا شاف. صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم. انا بحب صبح على كل المشاهدين وعلى كل الاسره الحلوه اللي عندك، وبقول لها ميرسي لام شاف امبارح على مشاعرها وعلى معايدتها لبنتي، ويا رب الدنيا ربيع والجو بديع على كل العالم. انا بقول ان احنا الحمد لله ان ربنا ييسر امورنا، احنا جروب جميل جدا يعني، الحمد لله رب ما يفرقنا ولا يبعدنا عن بعض في الجمال والحلاوة، وان احنا بنسأل عن بعض، وحضرتك دايما بتغرمي نفسك عشان تكلمينا وست موسيف، ومش عارف اشكركم ازاي لان انتوا بتدونا اكتر ما نستحق. ست جنى صباح الهنا بشكرك على مداخلتك الجميلة الجميلة، لان انتوا يعني بتطولوا رقبتنا مع المخرج بتاعنا لاعد فوق ده. الاول بيقول لي ايه طيب انا بحسب انت قاعد عند الجيران هنا. طيب يا ريهام. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. كيف صباح الخير على ست ريهام. حضرتك عامل ايه؟ صباح الفل على عيونك يا بنتي. بقالنا يمكن سنه او زياده بنتكلم حضرتك، وفين وفين لما الرقم جمع النهارده. حقوقوا علي. حضرتك منور الشاشه والله. ده انت اللي منورانا باتصالك الجميل. ربنا يخليك. اتفضلي سؤال حضرتك يا ست. كنت عايز استفسر عن طريقه عمل كوردون بلو. على عيني. حاجه تانية يا فندم؟ واي طريقه اي حاجه دايت اعملها في البيت خفيفه وسريعه كده اعملها في البيت. دايت وخفيف ده طبعا موجود، وكل حاجه عندنا نقدر نعملها دايت. انت لو حبيت لو عملت حضرتك حبه خضار سوتيه كده اهوت مع صدر فرخه مشويه هيبقى فيري دايت، يعني دايت وبس، ده احلى دايت في الدنيا. حته لحمه مشويه برده مع شويه بطاطس بومبوريه، بومبوريه مش بطاطس يعني كده، برده هيبقى دايت وجميل وكل حاجه. الدايت في ايديك انت، شويه خس كده كابوتشا مع طماطميتين مع شويه خيار برده بقى دايت. كل اللي انت عايزاه احنا في ايدينا كل الحاجات دي، بس مش عايزين نوصل للاكتئاب في الدايت. حاضر يا فندم. كده هنا كده اهو. بعمل ايه دلوقتي كده؟ بعمل بطاطس وشرايح كده. اهو يا ست سعدية. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على ست سعدية. الله يخليك يا شيخ. اتفضلي يا فندم، امورين سعادتك. الله يخليك. انا بسلم على الحاجة ام واقول لها كل ربع وانت طيبة. وانت معانا يا ست الكل، صباح الهنا على عيونك يا حبيبي. واسلم على بنت شهدية والدكتورة هدى، واقول لها كل سنة بمناسبة عيد ميلادها، اقول لها كل سنة وانت طيبة يا هدى. يا صباح الفل على عيون حضرتك يا ست الكل. الله يخليك يا شيخ، الله يبارك لي فيك. ربنا يزيدك من نعيم الله. الله يخليك وينور طريقك يا حبيب قلبي. ربنا يسترها معاك. الشيف الصغير ابن بودي اقول له كل عيد ميلاد وانت طيب وربنا يخليك. هو معاكي وانت طيبة يا ست الكل، ربنا يكبر بخاطرك ويخليك. الله يخليك، وانت منور الفنار في عزمة البرج. الله يبارك سعادتك. والله مشيتك بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ربنا يخليك لينا يا ست المنارة باصحابها وباهلها الحلوين. الله يخليك يا ابني باصحابها الناس الحلوه. انا حبايبنا شيء على الدكتوره امل العالمي، اقول لها الف مبروك بنجاحك يا دكتوره امل. صباح الفل على عيون حضرتك يا فندم. صباح الفل على ستي عزبة البرج المنوره بعم عصام، الراجل الجميل اللي هو يعني نقيب الصيادين هناك، هو وابنه الشاب الجميل اللي كان برضه تعبان معانا، واولاد عمي رضا. عم رضا خميس الله يبارك له كمان مره، لان هو اللي وصلنا للناس دول،
ومش عارف اقول ايه. انا لو قعدت اقول من هنا السنه الجايه مش هقفوا بعضهم معايا ان هم عملوا واجب يعني. خلي بالكم بقى هنا ايه، هنا ايه بقى، حطينا هنا البصل مع الثوم مع الفلفل، وادي البطارخ. الله اكبر الله اكبر، شايفين الجمال والحلاوة دي؟ ده انا ممكن بقى ايه اتحركن كده. تتخيلوا هنا كده. الله الله يا عمي الله. اوعى تحطوا ملح. غيروا وجددوا في اكلكم، غيروا وجددوا في اكلكم. ست مميادة سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ست مميادة؟ اخبارك ايه؟ في نعم والله يا ست الكل. والمصحف منور الشاي. وحياة النبي انت اللي منورانا بتليفونك الجميل. صباح الفل على عيون حضرتك. صباح الفل على عيون حضرتك يا ست الكل، اشكرك على اتصالك يا فندم. كده شوية كزبرة خضراء. يا عم محمود. اه ازيك يا ابو حنفي؟ الحمد لله. امرني يا قمر. انا عايز اعمل مكرونه بالبشاميل. هجيبها لك على الشاشه على طول على عيني يا روحي. كده هنا ليمون وزيت زيتون كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. مكرونة على الهواء يا حبيب قلبي. ست ام ايمن سلام عليكم. سلام عليكم. ازيك يا ست ام ايمن؟ الله يخليك. اموريني سعادتك. ازيك يا باشا؟ صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم. عامل ايه؟ الله يخليك. في نعمه يا فندم والله. اتفضلي. عايزين اللحمه مباصل. نعم اللحمه مباصل. على عيني يا فندم على عيني يا ست. عايز اكلمك يعني الشخصيه اللي ليك انت بس. اديها لي يا فندم على عيني. ست وفاء انا عايز اكلمك مني ليك. طيب سيبي تليفونك يا فندم على عيني. حاضر تحت امر سعادتك يا فندم. خدي تليفونها يا هدى. كده هنا. ايه رايكم في الصينيه دي؟
يا ست فاتن. الو 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 ست ايوه يا شيخ شربيني. ست فاتن ايوه يا شيخ شربيني انا معاك. اهلا بيك يا فندم، سامع حضرتك. لو سمحت عايز اعمل طريقه الكفته اللي هي في الصينيه اللي هي مع الصاج، مش عارفه اعملها. كفته في الصاج في الصينيه؟ اه على عيني على على عيني يا فندم. حاضر، بشكر حضرتك. عندي لحمه ملبسه بحطها في الكبة، واديها شويه بصل، شويه كزبره خضراء، شويه بهارات، توابل، شويه رز مطحونين او رز يعني المهم يكون مبلول، وبطحنهم كلهم مع بعضيهم، بس بخليها حرشه. حرشه يعني ايه؟ يعني بتبقى خشنه شويه. بعد كده بعمل لها صلصه طماطم عاديه وبصبحها، بحطها في الفرن في الصينيه، بعدين الصينيه زبده وبصبحها، بعد كده برش عليها الصلصه وادخلها الفرن، وادخلها الفرن هتطلع معاكي كفته صينيه زي الفل، وهتبقى حلوه جدا جدا جدا. بشكر حضرتك على اتصالك الجميل. صلاه النبي احسن وصلي على النبي. يا عم عمر. الو ازيك يا استاذ عمر؟ الحمد لله. امورني يا عموره. ازيك يا شيخ؟ صباح الخير يا عمر. امورني يا عموره. بشكرك قوي على المجهود اللي انت بتعمله ده. ولو يا راجل، ده انا تحت امرك. اي سؤال ليك يا حبيبي؟ لا شكرا يا ابني. بشكرك حبيب قلبي على اتصالك، شكرا ليك يا ابني. ربنا يخليك ليا يا حبيبي ويجبر بخاطرك. اشكرك يا حبيب قلبي، شكرا ليك يا عمر، ربنا يبارك فيك يا ابني. هستأذنكم كده واخد فاصل وارجع لكم تاني. هو دور المحطة واضرب واحد. رجعنا بعد الفاصل وانا خايف. خايف الدقيقة اللي عملتها دي تفشل واللي بالي بالك يضحك عليا. فانا ممكن بقى هم يبعدوا الكاميرا عني عشان اشيلها، لان لو باظت يبقى ايه ان الله حليم ستار. لكن اشيلها وتلاقيها وقعت وضحك الناس عليا، لا. فلو سمحت يا عم ابراهيم شيل الكاميرا من عليا عشان ايه؟ تقول لا انت متعند ان انا تكشف فرق قدام الناس. حاضر. عامة انا هقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هو لو واحد ما بيسمي وبقول بسم الله الرحمن الرحيم تطلع كده. ايه رايك بقى الجمال ده؟ ايه رايك في الجمال والحلاوه دي؟ ولا الحوجه يا عم لكمارتك يا عم، ولا تهددنا يا سيدي. شوف انا بقى هنا، ده ادي الجزر انا عملته عشان ما يلزقش مني بالمنظر ده زي ما انتم شايفينه اهوت. ده انا حطيته كده ليه؟ عشان خاطر ما يلزقش مني، ولا الكاميرا هتعبرني النهارده في ثلاث ايام لو انا واقف. انتوا ناس مية مية، ربنا يبارك لكم في صحتكم. كده هنا اهو اشيل بقى كل الجزر ده. هو حلو يتاكل مش وحش، بس برضو نخليه كله في جنب كده اهو. ده الدقيقة اللي احنا عملناها مع حضراتكم اهي، كانت عاملة لي طرف رباط ولا كانوا عاملة حزام اهو باللحمة بتاعتي. طيب الطاجن عندي في الفرن اهو شغال. شفتوا بقى التنميل من تحت كده؟ انا عايزه ينمل من تحت كده عشان ايه؟ كله يتغول مع بعضه اهو. انا بتقل عليه عشان خاطر البطاطس تستوي من تحت، لان انا كده كده مقطعها رفيعه خالص مش هقلق عليها. نورهام. الو مساء الخير. ازيك يا نورهام؟ ازيك يا شيف، انا بحب حضرتك جدا. صباح الفل عليك يا بنتي. والله بحبك جدا. صباح الفل يا بنتي، صباح الهنا على عيونك. عايز اسال حضرتك على طريقه عمل المنجونه. المنجونه لسه الست قايلاها. معلش والله انا لسه فاتحه دلوقتي. ما انا مش حافظها. يلا يا هدى لو كتبتيها. ابني عايز يكلم حضرتك. اديها لي يا بنتي، اديها لي.
الو حبيبه خفيف في البيت. ازيك يا باشا؟ ازيك؟ الحمد لله والله في نعمه. انت عامله ايه؟ انا بحبك قوي. يا صباح الفل على عيونك يا حبيبتي. طيب كده يا ست وفاء الترعة المنجونة والناس هتشبط فينا كده اهو. يلا نعمل سلطة السلمون المدخن. عندي سلطة السلمون المدخن، سلمون مدخن وفلفل الوان وخس وبصل وتوم خيار مايونيز عصير ليمون زيت زيتون ملح وفلفل. هنعمل ايه بقى؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. ده الخس بتاعي، عندي فلفل الوان وعندي بصل اخضر يا ست اسماء. ست اسماء يا ست اسماء. طيب شكرا ليك يا فندم. يا عم ابو محمد. ازيك يا شيف؟ صباح الخير يا عم ابو محمد. صباح الفل يا باشا. وامرني يا قمر. عامل ايه يا باشا؟ الحمد لله في نعمه يا عم ابو محمد. وحشنا والله يا باشا، انا بحب اتفرج عليك قوي يا شيف والله. صباح الفل على عيونك يا اخويا. ويعجبنا قوي التمثيل بتاعك والله يا شيف. ربنا ربنا يخليك ويكبر بخاطرك يا حبيب قلبي، اتفضل تامرني. كنت عايز يا باشا صينيه بطاطس باللحمه. على عيني يا حبيب قلبي. حاضر على عيني. كنت عايز اشوف والنبي اشوف كده، كنت عايز اكلمك. طب سيب رقمك يا حبيب قلبي وانا اكلمك على عيني. اشكرك على اتصال حضرتك يا حبيبي، شكرا ليك يا ابني. كده هنا اذكر الله وصلي على حضر جمال النبي. كده اهو هنشوف بقى كفتة الفرن عملناها. انا جاوبت عليها بس هجاوب تاني عشان خاطر عيونك يا حبيبي. الرز المعمر هقول لحضراتكم عليه دلوقتي. عندي كيلو لبن على النار بيغلي، عندي نص كيلو رز، ثلاث معالق زبدة، معلقة سكر. هنشوف بقى، هو بدعك الرز بالزبده بالسكر
واحطه في طاجن يكون سخن جدا. بدعك الرز اغسله وانقعه في الميه لمده ساعه، وبعدين بصفيه بحط معاه الزبده والسكر والملح وادعكه دعكه كويسه قوي. بعد كده بكون عندي الطاجن سخن، بروح حطه في الطاجن، اللبن بيغلي بحطه عليه، وفي الاخر بديله ربع كوبايه كريمه لباني واحطه على الفرن من تحت، واحطه على الفرن من تحت على درجه حراره 200. لازم الطاجن يكون سخن، لان انا باخد الطاجن على ما ياخد السخونيه بتاعته بياخد له مش اقل من ربع ساعه عشان يشك، فلما بسخنه بيوفر عليا الربع ساعه، بيوفر عليا الربع ساعه. بعد كده بسيبه لغايه ما يعلى ويشرب اللبن وهيعمل جرطان لوحده. لو انت حسيتي ان عمل جرطان، يعني عمل وش ذهبي وهو لسه معليش، بغطا حطيه على الوش كده عشان يكمل سواه وما يطلعش معاكي ني. ابص على الفرن بتاعي، يا صلاتك يا سيدنا محمد، اللهم صل عليك يا سيدنا محمد، هو الجمال ده اللي احنا عايزينه. نوطي بقى النار عليه شويه، ما وراش حاجه. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل الدريسنج بتاعي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، بلاش دي كده. ادي توم مش كتير، ادي ليمون، شوية زيت زيتون. يا ست خديجة سلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا ست خديجة. لو سمحت شيف شربيني. نعم يا فندم. لو تكرمت. نعم يا فندم. الو سامعك يا فندم. الو سامعك. ايوه اتفضل. الو حبيبتي سامعك. الو ماما سامعك. ايوه بقول لحضرتك انا اول مره اشترك في برنامج. امور يا فندم. تكرمت. سامعك. الو يا ماما سامعك. والله سامعك حضرتك. في بس جاره ليا يعني جنب مني. سامع. نعم. طيب ماشي. بقول لحضرتك في واحده جنبي جار. انت مش عارفه الجماعه خالص يا ماما. انت مش عارفه انت عايزه ايه. لا ما انا عارف ان معلش حاول الكلمه الثانيه يا فندم. بشكر حضرتك على اتصالك. يا رندا. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ست رندا؟ الو سامعك يا ست رندا؟ الو سامعك يا ست رندا؟ ايوه ازي حضرتك؟ الحمد لله يا رندا. ازيك انت؟ الحمد لله. اموري؟ عايز طريقه المكرونه بشاميل. هجيبها لك على الشاشه على طول. حاضر. حاجه تاني؟ بشكرك يا بنت. كده هنا ده الدريسنج بتاعي. كل الكلام ده جميل زي الفل. نطلع بقى بالفرن عشان كده حلو قوي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. اهو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ست مميادة. صباح الان يا ست مميادة. التليفون فاضي المرة الأولى. نعم يا فندم. بقول لك ايه يا شيف شربيني؟ أمور يا فندم. معلش عايزة طريقة البيتزا باللحمة المفرومة، أوكي؟ الإيه يا فندم؟ البيتزا باللحمة المفرومة. البيتزا باللحمة المفرومة على عيني يا ست الكل. حاضر. بشكر حضرتك، أشكرك يا فندم. هات لها البيتزا باللحمة المفرومة يا ست هدى. شكرا ليك يا ست الكل. كده هنا. ده السلطه بتاعتي.
اهو. طبق السلطه ده لما صلى على النبي اهو، مش عايز اي حاجه غير ان تاكل بمزاج وبنفس. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ عندنا حاجات كتيره هنعملها. يا ست مريم. الو، ازيك يا ست مريم؟ الحمد لله. اموريني يا مريم. ايه المنبار؟ المنبار على عيني يا روحي. حاضر، بشكرك على اتصال حضرتك يا حبيبتي. كده يلا بقى نشوف هنعمل ايه. تعالوا بقى ندلع مع بعض ونشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. نعمل كده وردة. يا ست نجاح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ست نجاح. ازيك حضرتك؟ في نعمة يا فندم. ازاي حضرتك؟ بشكرك على المطارح اللي حضرتك. نعم يا فندم. بشكرك على المطارح اللي عملتها دلوقتي. الله يخليك يا رب، تعجب بحضرتك يا فندم. ان شاء الله. تسلم ايديك. تحت امر سعادتك يا فندم، اموريني. الامر لله وحده. ممكن والله المرنج لاسيه. اللي يا فندم؟ المرنج لاسيه. المرنجة لاسيه؟ ايوه. على عيني يا فندم، على عيني. حاضر. المرنجة لاسيه يا جماعه دايما بيجي في اول السنه، في راس السنه دايما بيبقى دايما عندنا موجود او فروه كتير. بيبقى عندنا هو على فكره اول مره في حياتي يجي لي السؤال بتاع المرنجة لاسيه ده، لكن ده من اغلى انواع الدراي فروت او الفروت المسكره او الحاجات الحلوه. فطبعا هو شغلانته مشقة، ولكن والله اطبخها يا جاري كلي فاسيب. هي عايزة المرنجة لاسيه، هنقول لها على المرنجة لاسيه. بجيب اللي هو ابو فر، بقشره. طبعا التقشير ده هيبقى صعب جدا. وبعدين بعد ما بقشره بشيل الكفر الاسود اللي فوق، في كفر اسود بيبقى عليه، بشيله. بعد كده بحطه في ميه بسكر، بحطه على النار يشتغل لمده 4 ساعات لغايه ما يشرب من جوه، يشرب من جوه الشربات. بعد كده اطلعه واحطه في عسل نحل وعلى نار هاديه لمده 3 ساعات لغايه ما احس ان الواحده كبرت معايا وشرب العسل نحل بقى زي البوريه. بعد كده بعمل له سكر فنضان او اجلاسيه، سكر فنضان. برشه على شبكه، وبسقي عليه بالسكر الاجلاسيه او السكر الفنضان، وهكذا ينشف. اديله شويه بشويه واقلب الواحده عن التانيه عشان تشرب من فوق ومن تحت. ده صعب انك انت هتعمليها، ومش هتعمليها لان هتاخد وقت كتير منك وهتصرف كتير، لكن انا قلت لك ان انا فعلا يعني اعرف اعمله وده سهل جدا. اخد فاصل وارجع لكم تاني. هو دور المحطه واضرب اهي. تعالوا نشوف احنا عملنا ايه.
وايه الجديد النهارده اللي احنا عملناه؟ والله يا جماعه هو ما اضحكش عليكم، النهارده كله جديد في جديد. عايز اهني اخواتي المسيحيين واقول لهم كل سنه طيبين، بالاخص عم رومون هياخد اجازه بقى، كل سنه هياكل لحمه. رومون يا اولاد هياكل لحمه، فطبعا ربنا يستر وما يجيش عقب. هو صايم بقى له نص قرن. فبقول لزمايلي المسيحيين كل سنه طيبين وبعود الايام، وان شاء الله ربنا يجعلها سنه خضراء وسعيده علينا كلنا يا رب. الكولدن بلو بيتعمل بالفراخ، يتعمل باللحمه البتلو. المهم ان انا عندي لسان مدخن، جبنه شيدر، لحمه بتلو. المخرج بيقول انت بجيب من لسان مدخن منين؟ في لحمه مدخنه عندك، في لانشون، في روز بيف، ما تتلككش. سلامي بسترما، اي حاجه تمشي حمراء مع حته الجبنه نحشيها جوه. حته لحمه بفردها، بديها ملح وفلفل وتعفير الدقيق، عشان لما احشيها واجي اقفلها تقوم تقفش على الجبنه. بعملها زي البوك كده، زي كف ايدي بقفلها كده، وبضغط عليها بايدي وبحطها في الدقيق، ومن الدقيق للبيض واللبن، من البيض واللبن البقسماط زي الاسكلوب بانيه بعمله. اخليها تريح في الثلاجه شويه، عايز اتاكدي نفسك عشان ما تخافيش. تدككيها بحل بخل خشب، تعملي لها كلوز عشان تقفليها عشان ما تضربش منك، وهي كده كده مش هتضرب، لان احنا حطينا الدقيق على اللحمه هيعمل قفل عليها، مش هتضرب منك الجبنه. اكيد عندي ان انا بحطها في الثلاجه لمده ساعه الاول، وبعدين بقليها على نار هادية. لو انا هقليها في صينية او في طاسة زيت غزير هيبقى نار عالية، وبعد كده ادخلها الفرن عشان تكمل سواها. ولكن افضل ان احط طاسة على النار، معلقة زبدة ومعلقة زيت، واحمرها على الوشين، هتطلع معايا الكولدن بلو. يا عم جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عم جمال. كل سنة وانت طيب. بعود الايام يا عمي. انا لو تفتكرني انا بتاع العيش الشمسي بتاع البحر الاحمر. اهلا بيك يا عمي، اهلا بيك باهلا بشباب البحر الاحمر. الله يخليك، نفسي انا اكلك فسيخ البحر الاحمر، والله فسيخ البحر الاحمر حاجه حلوه. الله يخليك يا عمي، ازاي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب والله. وعايز اقول لبنتي والنبي لو سمحت، كل سنه وانت طيبه اسراء، عيد ميلادها بكره ان شاء الله، وربنا يخلي لها ابنها. عقبال 100 سنه وهي معاك وابنها وياك، ودايما تتربى في عزك يا حبيبي. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك. ليك اي سؤال يا عم جمال؟ لا والله نفسي، انا بقول لك نفسي ناكلك فسيخ البحر الاحمر والله. يا صباح الفل على عيون حضرتك يا فندم، ربنا يكون بخاطرك. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا عم جمال، يا راجل يا طيب يا محترم من البحر الاحمر عم جمال، بشكره على مداخلته. طيب كده يا جماعه، يبقى احنا جاوبنا. البيتزا يا جماعه بكل انواعها معروفه، هي العجينه واحده، مارجريتا، الفريتو اليتا كامبانا للاصدقاء الاربعه، لها الفور سيزون، كذا طريقه وكذا نوع، وباللانشون وبالبسترما وبالبيض كده يعني. لكن هي العجينه واحده بس، كيلو دقيقة على معلقتين خميره بودر، معلقه سكر، معلقه صغيره ملح، ثلاث معالق زيت زيتون، نص لتر ميه، حطي معلقه لبن بودر لو عايزه، اعجنيها، سيبيها تريح لمده نص ساعه، وبعدين قصطيها زي ما انت عايزه وافرديها. عايزاها تبقى سبونشي خليها تخمر شويه في الصينيه، عايزاها تبقى كريسبي افردي وسوي على طول، مش هتفرق عندك. اهم حاجه تحط طماطم الكونكسي على حته العجينه اللي انت فردتيها، وبعدين حط لها التوبنج بتاعك اللي انت عايزها. في الاخر بديها جبنه موتزاريلا فوق الوش، فوق بقى اللحمه، فوق الجمبري، اللحمه او الجمبري او السمك لازم يكون مستوي. اللانشون او البسترما او السوسج او ده لازم يبقى ني، اللي هو يعني هو كده كده بيجي هاف كوكينج يعني. ست منيره. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا ست منيره. متشكرين جدا على كل الحاجات الحلوه اللي حضرتك. تحت امر سعادتك. لو سمحت حضرتك، عملت الدوام اللي هو الرز المعمر وخلصته، بس الحمام يتحط امتى ومسلوق ولا لا؟ لا الحمام لازم يكون مستوي. استوي وبعدين احطه مع الرز وهو ني؟ حطيه في النص. في النص. او حط الحمام الاول وحط الرز فوق منه.
واغطي البرام؟ وغطي البرام عادي. طيب متشكره قوي. قدام سعادتك، تأمريني سعادتك. بشكر حضرتك على اتصالك. يا عم جابر. ازيك يا شيفنا؟ صباح الفل يا عم جابر. عامل ايه يا شيف شربين؟ في نعمة يا عم جابر والله. ربنا يبارك لك يا شيف. أمرني. العظيم انا معجب بحضرتك جدا. صباح الفل على عيونك يا جميل. صباح الفل، صباح العسل. لو سمحت يا شيف معلش انا كان عندي سؤال ليك. اتفضل يا فندم. انا دايما البطاطس البوريه بتطلع معايا مش كويسه، مش عارف ليه. طب ما انا اقول لك تعملها ازاي. تحت امرك يا باشا. قطع البطاطس بتاعتك وقشرها واسلقها، وهي سخنه صفيها، سيبها خالص لما تنشف المايه بتاعتها، وبعدين حط عليها معلقه زبده وربع كوبايه لبن واهرسها، هتطلع معاك احلى بومبوري. اديها بقى شويه كريمه لباني، اديها شويه جوز الطيب، شويه ملح وفلفل زي ما انت، لكن هي الطريقه واحده. الطريقه عمرها، لان هي بتطلع وحشه ليه؟ لان بتحطها بميتها، فالميه بتفصل منك، او بتحطها نيه بتمط منك. ما البومبوري ملهاش اي حل غير كده. هو اضربها في الخلاط هتعمل عرق. دي بالمصفى كده او بتنزلها من شنوار. ايه هو الشنوار؟ منخل سلك زي ده اهو، صفيها منه بازازه كده تكون نظيفه او بمردانه، وصفيها من دي كده، هتطلع معاك زي الفل. مفيش اي مشاكل في البومبوريه اللي بدنا نسويها كويس وصفيها خالص. ست سعاد. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ست سعاد. ازي صح يا حاج، عامل ايه؟ في نعمه يا ست الحاجه والله الحمد لله. بقول لحضرتك احنا كنا جبنا سمك بوري كميه وخللناه عشان العيد. كل سنه حضرتك طيب. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب. وبعدين طلع فيها كميه كبيره من البطارخ، هل ليها استخدام البطارخ دي؟ والله انا عامل النهارده صينيه بطاطس بالبطارخ. لو شفتيها اعملي زيها. طب احنا ما شفناش، احنا دلوقتي لسه. واصل الفسيخ ما ينفعش يتعمل لان كان مقفول. يعني بيقولوا تتعمل بالبيض والبقسماط. ما هو انت لو طلعت البطروخ سليمه هتعمليه بيض بالبقسماط. بس انا بتكلم الفسيخ مش هينفع يتعمل الا لما يكون مقفول. انت حره بقى مش مشكله. طب عامه البطارخ تطلعيها بتعصري عليها ليمون وتديها توم مفروم ناعم خالص وكمون، وتحطها في الدقيق، ومن الدقيق للبيض واللبن، ومن البيض واللبن للبقسماط، وتحطيه في الفريزر شويه. بعد كده يكون عندك زيت غزير وحمري وطلعها، هيبقى زي الفل. مش هقول لا. البطارخ مش هتترمي. اشكرك على اتصال حضرتك. بس يا عم محمد. هلا. حماده. ايوه. يا عم محمد ازاي؟ ازيك عامل؟ والله انا في لعبه والحمد لله. امورني يا حبيبي. ساعات مش حلوه قوي. نعم. يلا. ساعات حلوه. يلا. ترى يا محمد. شكرا يا محمد. طيب احنا كده عملنا النهارده اربع طباق يا رب يعجبوا حضراتكم. عندنا فراخ بالكاري، عندنا دقيقة خرشوف باللحمة، عندنا صينية بطاطس بالجمبري مع البطارخ، وعندنا سلطة السلمون جميلة. كل سنة وحضراتكم طيبين. اشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم.